السلام عليكم، جمعة مباركة على الجميع. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الجمل سفينة الصحراء الذي امتطاه كثير من الناس وله دور كبير في تكوين هذه الأمم. تعلمون أنه يوجد في بريدة ميدان الهجن. ميدان الهجن موجود الآن في بريدة بحي الطرفية في بريدة. الميدان حقيقة ينقص كثيرا من الخدمات، فلازم نكرم هذا الضيف الكبير اللي له دور كبير في حقيقة التنقلات وفي تكوين هذه الأمة. فالميدان يحتاج إلى نظرة من المسؤولين. أولا يحتاج إلى تظبيط الميدان حق الفروسية، ثاني شيء أنه يوضع أشجار على نفس المسار اللي هو حدود الميدان من الجهتين يعني. ثالث شيء يبغى إنارة، يحتاج إلى إنارة صراحة، ويحتاج إلى مسجد وخدمات أخرى. فبرضو الميدان يحتاج إلى أن يوضع فيه محلات خاصة في بيع وما يخص هذا الضيف الكبير الحقيقة، نعتبره ضيف علينا وعلى جميع من عرف هذا البطل. ويحتاج الحقيقة برضو الميدان إلى نظرة كبيرة من الشركات و الأندية الرياضية وكذا، أنها تدعم هذا الميدان بالجوائز حتى يكون هناك سباقات شبه يعني شهرية في هذا الميدان الحقيقة، لأنه ميدان الهجن أو الهجن له ناس كثير، يعني له ناس كثير يرغبون ويتمنون أنهم يشاهدون هذه السباقات باستمرار في ميدان الهجن في بريدة. فالمسؤولين عن هذا الميدان ياليتهم أنهم ينظرون نظرة إيجابية لهذا الميدان وتقديم الخدمات التي تليق بهذا البطل الذي حقيقة ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. فبرضو انه يكون هناك يعني زي ما قلنا انه دعم مستمر لهذا الميدان حتى يشاهد السباقات فيه يعني دائما، وعمل حظائر جميلة تليق بهذا البطل في هذا الميدان، لأننا نشوف حقيقة الحظائر يعني حظائر شعبية ما تليق بهذا البطل الحقيقة. يا ليت انهم يحطون حظائر جميلة منسقة مرتبة بهذا الميدان تليق بهذا الحقيقة البطل. ثاني شيء يكون فيه لوحات تحدد او تشير الى هذا الميدان، ميدان الهجن في بريدة بحي الطرفية. الميدان الحقيقة ينقص كثير من الخدمات، يعجز اللسان عن طرحها، والمسؤولين في الميدان وأصحاب الهجن يعرفون الخدمات التي تنقص هذا الميدان حقيقة. فأنا سألت حقيقة حدا الناس اللي من أهل بريدة وله باع طويل في بريدة ورجل كبير شوي عن مكان أول ميدان للهجن في بريدة. قال لي إنه أول ميدان للهجن في بريدة كان بحي المطار في بريدة، يعني بحي المطار في بريدة، الحي الآن اللي في وسط بريدة في أسواق جوار أسواق مكة، كان هذا هو ميدان الهجن أو ميدان سباق الهجن في بريدة كان. وكانت غريبة إنه قديما كانت السباقات مستمرة في الميدان، كان الناس تقبل عليه سواء عوائل أو ذا،
من وأطفال وكذا يحبون يشوفون هذا البطل في هذا الميدان. فالآن يعني نادر نسمع إنه يعني يقام سباق لهذا البطل الحقيقة. فكان سألت الرجال كان يقول إنه كان المبدعين بهذا السباق القديم وميدان الهجن في بريده بحي المطار كان شباب الشريده، ما شاء الله عليهم شباب الشريده مبدعين في كل شيء ما شاء الله عليهم. نتمنى ان يصل هذا الفيديو الى المسؤولين عن ميدان الهجن في بريده وتطويره وتحقيق رغبات كثير من اصحاب الابل لهذا الميدان الذي نتمنى ان يكون احسن ميدان في المملكه من ناحية التطوير والتنسيق وكثرة الحقيقة المسابقات فيه. وهذا يعني اللي يخلي انه نجد كثير انه يكثر فيها المسابقات اللي هو بدعم الشركات. دعم الشركات ان تدعم الميدان او هذا البطل بالجوائز، يعني ليت يكون مثل كل شهر في سباق من يرغب من أصحاب الإبل المشاركة في هذا السباق، يكون أول شيء إحياء التراث، ثاني شيء إنه إحياء الميدان ما يكون يعني ميدان سلبي لفترة طويلة بدون سباقات. فنرجو أن تصل هذه الرسالة إلى الحقيقة المشرفين على هذا الميدان ونجد الميدان إن شاء الله له صدى واسع في بريدة. حياتي ولكم شكرا.